قدرات جيده جدا ويستحق التواجد مع النادي الاهلي. كل ده هيكون بالتشاور ما بين كابتن محمد يوسف ولجنه الكره. ده شيء عن لزميلي كريم احمد رئيس قناه النادي الاهلي. يا كريم، مساء الفل عليك. اهلا بيك يا زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. كريم، طمنا طبعا، قول لي اخبار التدريبات النهارده. الفريق استأنف تدريباته طبعا استعدادا للموسم الجديد وفتره اعداد جديده. كلمنا كده الاجواء، شايفها ازاي في النادي الاهلي في الجزيره؟ بالفعل زي ما انت بتقول، بيستأنف النادي الاهلي وبيعود من جديد للتدريبات استعدادا للموسم القادم. كان ذكر طبعا كابتن محمد يوسف المدرب العام ان الموسم او فتره الاعداد هتنطلق من يوم 5 هذا الشهر، وزي ما احنا قلنا طبعا كابتن محمد يوسف عنده مهمه كبيره جدا مع المدير الفني القادم، مع الجهاز القادم. النهارده كان التدريب في الساعه 10 في البدايه. الكابتن محمد يوسف اجتمع باللاعبين، عارفين طبعا ان القوام مش كامل، لعيبه المنتخب عدد كبير طبعا من اللاعبين مش متواجد. هذه اللحظه بالنسبه للتدريبات مؤمن زكريا لسه ما شفناش نصر ماهر هذا المتواجد، لكن زي ما بقول لك القوام يمكن ما تمش. كابتن محمد يوسف يعني اللي احنا شايفينه في التدريب دلوقتي ان هو بيعمل بعض التدريبات بالايد، لسه طبعا اللعيبه كانت مريحه فتره كبيره جدا خلال الايام الماضيه، فما اعتقدش هيكون في تدريبات بالكره النهارده كبيره. هيكون اكيد في تقسيمه صغيره جدا، لكن يمكن ده اللي احنا بنشوفه في الانطلاقات بالنسبه للموسم، بيكون كلها تدريبات، بعض التدريبات الترفيهيه بيحاول ان هم يخشوا كده في اجواء التدريبات. شايفين كمان على دكه بره الدكه طبعا المتواجده في ملعب مختار السيسي، شايفين الدكتور خالد محمود طبيب متواجد ترتب على المدير الفني الجديد يا كريم، لان في لسه في مدير فني ممكن يجي بالطاقم الطبي معاه. لكن خليني اسالك، التدريبات السمه الاساسيه بتاعتها تدريبات بدنيه صح؟ تدريبات بدنيه ترفيهيه، يعني مش شايفين اللعيبه بتلعب في مربعات بالايد، يعني مفيش لعبه بالكوره حتى اللحظه دي، الموضوع كله بالايد. زي ما بقول لك هيبقى صعب شويه ان احنا نشوف النهارده بعد اي حمل تدريبي او اي امور قويه بالنسبه للكوره، لان الفتره الكبيره اللي كان مريحه اللاعبين محتاجين ان هم يخشوا في اجواء التدريبات. فالكابتن محمد يوسف زي ما بنقول عامل بعض التدريبات الترفيهيه بالايد، فيها جري في نص الملعب، لكن يمكن اكيد بكره برضه في تدريب، بعد بكره في تدريب، في ثلاث ايام القادمين هيكون في تدريبات، اكيد هيكون في جرعات تدريبيه خلال الايام القادمه بالنسبه للنادي الاهلي. لكن اللي هياثر على كابتن محمد يوسف عدم استكمال قوام الفريق ده، اللي ممكن شويه يبقى مفيش جمل تكتيكيه واضحه، مفيش بعض التدريبات اللي هي محتاج عدد كبير من اللاعبين، لكن خلال الفتره القادمه ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لكابتن يوسف وكل اللعيبه المتواجدين مع النادي. تمام. احمد علاء وافد النادي الاهلي الجديد القادم من الداخليه شارك في التدريبات النهارده لاول مره يا كريم؟ ويمكن هو طبعا متواجد، انت عارف طبعا بعيد شويه عن الملعب، لكن انا شايفه متواجد كمان في التدريب اللي بيقام دلوقتي في هذه اللحظه. بقول لك يمكن حسين السيد هو الوحيد اللي شفناه متواجد في الملعب لكن ما شاركش، احمد الشيخ هو اللاعب الوحيد اللي احنا شفناه بيشارك، شايفين وليد سليمان، شايفين حسام عاشور، ناصر ماهر، ناصر ماهر طبعا زي ما قلت لك في البدايه ناصر ماهر متواجد، بعض اللعيبه طبعا المفروض ان هم يكونوا متواجدين لكن لسه عايزين برضه نشوف حسين السيد، نطمن برضه من الجهاز الفني للنادي الاهلي نشوف ترتيبه امتى، لكن طبعا ده يكون ان شاء الله بعد انتهاء المباراه الجميله. ان شاء الله. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. طبعا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي كان معانا على الهاتف وبيكلمنا عن اول مران للنادي الاهلي النهارده استعدادا للموسم الجديد. لكن بس عايزك اعلق على نقطه، وهي نقطه